يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إلى آخر الآية. والحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه الآية قضية الإنسان إذا ما أوشكت حياته على الانتهاء، فكأن الله يطلب من خلقه أن يسوسوا حياتهم ما داموا أحياء، وأن يمدوا في سياسة هذه الحياة حتى إلى ما بعد الموت. فيتكلم عن الوصية، والوصية كما نعلم هي إيصاء بقمة أمر يهم الموصي بالنسبة للموصى إليه، وصية. والوصية أمر اعتباري عند الموصي، قد لا يكون له أثر عند الورثة. فالإنسان يوصي بالخير أي من لا يرث، ومن لا يرث لا حق له شرعا في التركة، لكن قد يكون لغير الوارث سبب من أسباب المنفعة مع المورث، يحترمه المورث لأنه شاهد هذه المنفعة وشاهد أثر من يوصي له عليه، ولكن ذلك الأثر غير ممتد إلى ورثته وإلى بنيه، فيريد أن يبرئ ذمته ويؤدي له معروفا بمقدار ما أدى له في حياته. ولذلك نظرا لأنها مسألة في نفس الموصي وقد لا تكون لها حيثية عند من يوصي، يجعل الله الوصية قبل الدين في قول في آية من بعد وصية يصيبها أو دين، مع أن الدين مقدم لأنه حق والوصية تبرع. أما لك لا، لأن الدين له مطالب سيطالب به، ولكن الموصى له ده متبرع له ملوش حد فيها، فيقدمه الله سبحانه وتعالى اهتماما بالأمر. ليه؟ اهتماما بحيثيات الوصية عند الموصي، لأن إنسان عاش في الحياة فيه أناس لهم أثر في حياته، أثر علمي، أثر مادي، أثر خلقي، أثر اجتماعي. يوم الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدي هذا الحق الأريح المعروف لمن كان له عليه يد في دنياه. دي مسألة ما تشغلش ليه؟ تشغلش الورثة ولا يهمهم، يمكن يكرهوها، لكن صاحبها هو اللي مين؟ هو اللي يعلم حيثيته. الحق سبحانه وتعالى يؤكد أمر الوصية حتى في الوقت الذي تعز فيه، قال إن كان في أهله وفي قومه سهلة، إنما إن كان ضرب في الأرض ومسافر برضو ما يقولش أنا ما لقيتش، يقول له إن لقيت اتنين من دينك وصيهم، ما لقيتش من دينك هات من غير دينك. إيه هي؟ قال لك اتنين، وأدي لا حدث، والأحداث هي التي كانت تملي الظرف الذي ينزل فيه الحكم، لأن الحكم إن نزل في ظرف يتطلبه كانت النفس له أشوق وبه أعلق. زي ما تجيلك كوباية مية وانت عطشان، إنما كوباية مية وانت عطشان تحطها في أي حتة، إنما كوباية مية وانت عطشان تفضل في إيه. كذلك الحكم ينزل عند طلبه يبقى إيه، النفس ملتفتة له، زي اللي بيجيب الدواء من الأزخرة ساعة المرض، الدواء جايبه من الأزخرة أنا استعمله مع المريض على طول، إنما افرض إنك أنت عندك صيدلية وحاطط فيها دواء لكل مرض، على ما تقعد تدور بقى ويمكن يتوه هنا ولا هنا، إنما يجي في وقت إيه؟ في وقت طلبه، يبقى النفس متعلقة بك. فيجي الحكم أن رجلا مسلما كان ضاربا في الأرض أي مسافرا، وبعد ذلك حضرت له مقدمات الايه؟ الموت. فلما حضرت له مقدمات الموت عمل ايه؟ شو بقى الاحتياط؟ راح كاتب ورقة
ووضع فيها كل ما معه من متاع، ودس الورقة في الايه؟ في المتاع. ايه اللي خلاه يحتاط كده؟ لان اللي وياه مش مسلمين، فما تمنهمش ان هو يعني فعمل الورقة دي وحطها في قلب الايه؟ المتاع. ثم جاب الاثنين اللي مش مسلمين اللي هو تميم الداري واخوه ايه؟ واخوه عدي، وقال لهم الحكاية مع المتاع ده تودوه لمين؟ لأهلي، وأهلي يتصرفوا فيه اللي هم فعلوا بكل مرة. فهو لما مات فتحوا المتاع لقوا فيه إناء مفضض ومذهب، يعني إناء سمين له قيمة كده، أما هم واخدين وباعوه بألف دينار. لما باعوه بألف ده خد 500 وده خد 500، وبعدين راحوا سلموا المتاع لمين؟ لأهله. لما سلموا المتاع لأهله، أهله بيدوروا في المتاع وجدوا مين؟ الورقة. الورقة اللي مكتوب مش الوصية، الوصية بدأ مع جندك. فلما رأوا الورقة قعدوا يقولوا فيها كذا كذا، دوروا ما لقوش مين؟ ما لقوش الإناء. فلما ما لقوش الإناء قالوا من الجماعة دولي لازم خدوا الإناء، فراحوا لهم يا جماعة المتاع ده كان فيه إناء صفته كيت وكيت 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 وكيت. قالوا أبدا ما فعلا، طب ما بعوش قدامكم مع نفسي. وبعدين في السوق شافوا الإناء بالمواصفات بينباع، فلما شافوا الورق ابتدأوا بالدعوة على مين؟ على الجماعة، وقال لهم احنا سألناكم هو باع حاجة قلتم ما باعش، والإناء وجدناه بينباع، انتم اللي بايعينه. فرفعوا الأمر إلى مين؟ إلى رسول الله، فأنزل الله هذه الآية، أنزل الله هذه الآية. يبقى إذا في اثنين وصوا منهم ياخدوا المتاع ده، وبعدين إيه؟ عثر على أنهم استحق اسمه، يعني خانوا في الله. فالحكم إيه؟ قال الله لرسوله إذا كانت المسألة كده تقوم تجيبهم بعد الصلاة. بعد صلاتنا ولا صلاتهم؟ طبعا بعد صلاتهم. طب وش معنى بعد الصلاة وتحلفهم انهم ما حصل منهم كيت ولا كيت ولا كيت ولا كيت؟ ان صلوا وحلفهم. هات اتنين من اولياء مين؟ اللي هم شافوا الورقة وهم قالوا كذا من الاولياء الاولى بالميت، وخليهم يردوا عليهم الايه؟ الايمان. الحكاية دي ايه اللي فضحها؟ ان واحدا من الاثنين حينما اسلم وهو تميم الداري قص القصة وقال ده حصل كيت وكيت، ولذلك الخمسمية بتوعي اهم، وانا علي ان انا اجيب الخمسمية من عدي. فراح جاب الخمسمية من ايه؟ من عدي. تبقى اظن الآية ايه؟ طب وش معنى ان تحبسونهما من بعد الصلاة؟ تحبسهم يعني ان نحجزهم من بعد الصلاة عشان يحلفهم. وش معنى بعد الصلاة؟ ام انك لان عادة الانسان اذا ما كان مقبلا على صلاة، سواء كانت صلاة اهل الكتاب ولا غيرهم والى اخره، انه بيكون نفسه عندها استعداد لايه؟ إلا شوية يوم، يعني نكمل يعني شوية كده، يبقى أقل اكتراء على الإيه؟ على الكذب. فربنا بقول بقى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، أي شهادة للخلاف اللي يحصل بينكم. لما تقول بينكم يعني دليل على أن فيه بيننا بين واحد وواحد، يبقى كم طرف؟ اثنين، وفيه بين دول يعني انفصال ولا لا؟ اي شهادة ما بينكم للفصل فيما ايه؟ فيما بينكم. فصل فيما بينكم يعمل ايه؟ قال لك اثنين ذوى عدل منكم او اخران من ايه؟ طيب تحبسونهما من بعد الصلاة، ويقولوا من الحكاية كذا وكذا وكذا. فان كان الكلام صح ومشيت الامور اهي مشيت، ما مشيتش ولقيتوا عليهم كذب، يبقى فيه رد على ايه؟ عليهم من اهل مين؟ من اهل الايه؟ من اهل الميت. اقرا بقى الايه وياك. شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اي من دينكم او اخران من غيركم، ان انتم ضربتم في الارض يعني مسافرين فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما الاثنين دول من بعد الصلاة فيقسمان بالله
ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا، يعني احنا مش هنبيع، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني الحق اولى من ايه؟ نعم. طيب، ولا نكتم شهادة الله انا، اي ان كتمناها او اشترينا به ثمنا لمن الايه؟ من الآثمين المستحقين للعقوبة. فإن عثر على أن مشيت المسائل مشيت، فإن عثر على أنهما استحقا اسما وخانا في الشهادة نعمل إيه؟ فإن عثر، وكلمة عثر إحنا حتى نستعملها نقول فلان إيه؟ عتر، مش عتر بالته كده، فلان إيه؟ هي أصلها عسر، والعسر الوقوع على شيء من غير قصد منه، أنت ماشي كده فعترت، ساعة ما تعطر اول حاجة تنظر له ايه اللي على الطريق، ايه اللي ايه اللي على الطريق، ايه تروح نظر كده. يبقى وقيل في كل امر وقع وقعت عليه دون مقدمة منك، يعني كده جالك كده على الاول. فان عثر على انهما استحقا ايه اسما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، يعني جني عليهم اللي هم اهل مين؟ اهل الميت، الاوليان به، ولذلك قام عمرو بن العاص والمطلب بن رفاعه فيقسمان بالله هم لكم لا شهادتنا احق ايه من شهاده، وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين. ذلك اي العمليه بانهم يحبسوهم بعد الصلاه ويقسموا بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى انا اذا لمن الاثمين، وان عثر على انهم حق. ذلك اي الامر كله ادنى اقرب ان ياتوا بالشهاده على وجهها، لان ما دام يعرف انهم هيحرفهم وبعد الصلاه اما ان عثر على انهم يخافوا الفضيحه وبعد الصلاه ده جايين من قدام ربنا، يعني المسألة مش معقولة يعني على طول كده يعني تيجي كده، يبقى ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على إيه؟ إذن فالمراد بالشهادة هنا الوصية، والشهادة كما قلنا تطلق على الحضور شيء تحتر، وجبنا الأمثلة، وتطلق على ملازمات متعددة يجمعها كلمة الحضور، يجمعها ليشهدوا منافع له. وأزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع، يشهد يعني ايه؟ يحضروا منافع لكم. طيب شهد الله ده حكم الله، والملائكة يشهدون يقرون، كل دي نشأة من ايه؟ من انه امر ايه؟ امر حاضر بيستقنيه الشاهد، ولذلك الشاهد لما يكون صادق، والنيابه بقى تقعد تساله ولا القاضي ولا المحامي الخصم ولا بتاع يقعد يعمل فيه ايه؟ يلعبك فيه. ليه؟ قال لك علشان ياتي بالواقع على اساليب مختلفه. ان كانت الواقع صدق مهما تغيرت الاساليب ومهما تنوعت الاسئله هو بيستوحي واقع ولا لا؟ يتغير؟ ما يتغيرش، انما الكذاب يمكن يقول كلمة دلوقتي وبعدين لما يقعد يلف بوه شوية كده يقول ايه؟ يجيب كلمة مش واقع، يبقى كذب ولا لا؟ ادي اللفة اللي بيعملها النائب، النائب اللبق الحاذق اللي عمال مين؟ يدوخ من مين؟ يدوخ في الشاه ويجيبه من مين؟ ويوديه ومش عارف ايه؟ يقول له كان لابس مخطط ولا مش مخطط؟ طب هو كان على بعد قد ايه؟ طب لو وقفتك على بعد قد كده تفهم اللون ده التوب ده مخطط ولا مش مخطط؟ ويقعد بقى ايه؟ يدوخ فيه. ليه؟ ان كان يحكي واقعا لا يتغير هذا الواقع ابدا، لانه ساعة ما بيقول بيستفن ليه؟ طب وما كانش واقع؟ قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. الراجل اللي كان بيكذب وبعدين قال والله احنا كنا ماشيين وجايين من البندر ورايحين الريف وفي ليلة العيد الصغير وكانت الدنيا امر ضهر. طب هو ليلة العيد الصغير تبقى الدنيا امر ضهر ازاي؟ تبقى امر ضهر دي ما تجيش ابدا، امر ضهر ما تنفعش. ما هو كذب، ما هو كذب، مش عارف هو كذب قال ايه. ليه؟ لان الصادق يستوحي واقعا والواقع ما بيتعارضش ولا يتغير. ادي معنى الشهادة. يبقى الشهادة تطلق على الحضور جايز. فاذا كان الشاهد هو الذي يملك الحكم يبقى حكم، لانك انت بتشهد قدام القاضي عشان يحكم مش كده؟ طب واذا كان بقى هو اللي عارف
واذا كان الشاهد ربنا بقى نقول له شاهد امام مين؟ ده هو. قال لك يبقى حكم، يبقى حكم ولا يبقى شاهد بمعنى ايه؟ ما شهدنا الا بما علمنا، يعني ما اخبرنا الا بما علمنا، هي مطابقه لمين؟ للشهاده. اذا الشهاده هي الفيصل في التنازع، تيجي الشهود علشان تحقق الواقع تبقى فيصل في مين؟ في التنازع. يبقى لازم منها حضور ولا مش حضور؟ ولذلك النبي يقول على مثلها ايه؟ على مثلها فاشهد والا فلا. يعني عن انت شايف الشمس دي؟ قال له على مثلها فاشهد والا ايه؟ والا فلا. يبقى لازم فيها حضور ولا لا؟ فان كان الذي يشهد هو الذي يحكم يبقى حكم كده. طيب يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون؟ ده معلوم عندكم رسول الله، بتكفروا بالايات دي يبقى تعلمون، والعلم شهود، يبقى كلها دايره حوالين ايه؟ حوالين الشهود والحضور، شهد شهد حضر. فاذا جاءت اللوازم متعدده تبقى بمعنى الحضور مره، تبقى بمعنى الحكم مره، تبقى بمعنى الاقرار ايه؟ بمعنى الاقرار مره، كل دي معاني ملتقيه ولا لا؟ يبقى اذا والشهاده اللي احنا بنقولها بقى دي بنقول انها تتطلب حاجتين اثنين، حضور المشهود به على مثلها فايه؟ فاشهد خلاص. والثقه في امانه النقل، قد تكون حاضرا ولكنك غير ثقه في النقل، يبقى عايزه كم حاجه؟ عايزه حاجتين اثنين، تكون حاضر وشايف ويكون عندك امانه نقل، يبقى عنصر الشهاده كام؟ اثنين، حاضرها وايه وعندك ايه؟ امانه النقل. لهذا جعل الله في بعض الاحكام شهاده الرجل مقابلها شهاده اثنين من النساء. نشوفها ليه؟ ازاي بقى دي تيجي؟ قال لك لانه ما دام الشهاده عايزه عنصرين، الرؤيه والمشاهده وبعدين امانه النقل. امانه النقل دي للدين خلاص. طب والرؤيه دي يختلف فيها العقل؟ تبقى اوعى تقول لي بقى اثنين مثقفات عندهم مش عارف شهادات عليا يبقوا زي البواب. يقول لي المسألة في الشهادة ليست فكر عقل ولكنها شهود وأمانة نقل. فما يجيش واحد يقول القرآن زي بيقول يبقى شهادة الرجل تعادلها شهادة مرأتين، مع أن في نساء مثقفات وعقلين واخدين واخدين يبقوا زي البواب. يقول له يا شيخ ليه ظلمت البواب؟ هي المسألة في الشهادة شهادة ابتكار عقل ولا الحضور حادثة وأمانة نقلها؟ حضور حادثة وأمانة نقلها. أمانة النقل مالهاش دعوة بالثقافة دي خلاص. طبعا حضور الحادثة نقول له تعالى بقى شوف، المرأة دائما أمرها مبني على الستر وعدم تهجم على الرجال. مثلا حادثة تبقى حادثة ماشية، المرأة بتجي بأنفها كده وتقول تنحشر في الرجال عشان تعرفها. إذا فتعرض النساء للأحداث التي ينشأ بها الخلاف قليل جدا، وإن حدث فما بيبقاش لها الحرية في المداخلة عشان تفهم كل تفاصيل المسألة. فقلنا لازم يكون اثنين، مش عشان تعرف لا، يبقى تقول له كده الشهادة ليست ابتكار عقل ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل. اللي يقول هذا الكلام يجب عليه أن يراجع نفسه، ويجب أن نفهم أن عداوة بعض الداعين إلى الله ما تتعداش إلى أن يحاد الله. بتكره ناس داعين الى الله وعايز تنال منهم او تشتمهم او تسبهم، ما تقولش وكيف يقول القرآن ان شهادة المرأتين بشهادة رجل، بقى شهادة فلان وفلان المثقفة زي شهادة البواب، كأنك انت بترد الحكم مش على الداعية، انت بترد الحكم على مين؟ على الله. فافهم وليتك فهمت بعقل. انت فهمت ان الشهادة تفكر عقل؟ لا، ده حضور مشهد وأمانة نقل. وحضور المشهد محدود بالنسبة للمرأة لأن مداخلتها مع الناس في أحداثها
لا يحدث، وان حدث ما بقاش بالدقة اللي تعرف فيها كل المسائل. اتفهمت المسألة؟ اتفهمت المسألة. ذلك اي ما حدث من انهم يشهدوا ان كذا وكذا وكذا، وجه واحد من الاوليين يشهد استحق اسمه وكانوا فيها، ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها. يعني الحواجز دي معموله عشان ايه؟ نحبسهم من بعد الصلاه في الوقت اللي الانسان يتحرض فيه انه يكذب ويخافوا للفضيحه، لا يبان عليهم مثلا الفضيحه انهم كذبوا انهم خانوا وانهم مش عارف ايه. يبقى ذلك اقرب ان ياتوا بالشهاده اي بالوصيه على وجهها، او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم، بعد ما حلفوا كده انهم ما يبتغوش بها ثمن ولا مش عارف وايه ولو كان ذا قربى، وبعدين يجي ناس ثانيين يحلفهم، او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي الى منهجه الا من تطامن الى هذا المنهج، انما اللي يفسق ربنا يهديه يعينه ما يمكنش هذه. لا يعين كافرا ولا يعين ايه ظالما ولا يعين ايه فاسقا. واحنا ضربنا المثل قلنا ان عسكري المرور اللي واقف وبعدين سالته قلت له انا عايز اروح المكان الفلاني، قال لك الطريق ده يبقى دلك ولا ولم يدلك؟ دلك. فان قلت له كتر خيرك الحمد لله اني وجدتك، والا كنت تعبت وضليت في الصحراء دي والبتاع. يقول لك طيب يا شيخ انت راجل طيب، اصل بس الطريق ده في عقبه قدام كده بعد كيلو المركب وياك وايه ونفدك منه. يبقى بعد ان امنت به وشكرته ادك معونه. كذلك يدل الله الناس على المنهج، فمن امن بالله يقول له ما دمت امنت بي انا اعينك على المنهج. اتقوا الله ادي امر، واسمعوا ادي امر، والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. يعني اتقوا الله يوم يجمع الله الرسل. طب هي التقوى في يوم يجمع الله الرسل يوم القيامه تفيد؟ ما تفيدش. اتقوا عقاب يوم يجمع الله الرسل، لان يوم يجمع الله الرسل مش محل تقوى ولا تكليف، مش محل تقوى. اتقوا هذا اليوم. اتقوا لما تقول له ايه اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولد، اتقوا عقاب ذلك اليوم. ليه؟ لان ذلك اليوم ما فيش فيه تكليف. معنى التقوى التزام التكاليف، التزام تكاليف المكلف من المكلف، خلاص كده. لكن القيامه ما فيهاش حاجه من دي. يبقى لما يقول اتقوا الله او اسمعوا يوم يجمع الله الرسل، يعني اتقوا عقاب هذا الايه. وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. الله، اكن الحكايه كده تيجي على الرسل الاول، قال لك هي ظاهرها الرسل انما باطنها مين؟ المخالفين. كان ده التقريع. تقريع لمين؟ لمن خالف الرسل. يوم يجمع الله الرسل، ما احنا نقول فكيف اذا جئنا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ايه شهيد. فساعة ما يقول يوم يجمع الله الرسل، طب حين يجمعهم يقول لهم ماذا اجبتم؟ ماذا اجبتم؟ احنا نفهم ماذا اجبتم، أجبتم ماذا ولا أجبتم بماذا؟ كان يقول بماذا أجبتم، لكن هو قال إيه؟ ماذا أجبتم؟ أم قال لك تيجي الولد يروح الامتحان وأبوه قاعد مستنى وهو يجي، يقول له إيه؟ ماذا أجبت؟ ولا بماذا أجبت؟ السؤال الأولاني يقول له ماذا أجبت ولا بماذا أجبت؟ ليه؟ يعني عايز يقول له والله كويس ولا وحش؟ الإجمال الحصيلة. إنما بماذا أجبت يبقى عايز يقول له كل السؤال ده أجبت عليه بكذا، وده أجبت عليه بكذا، وده أجبت عليه بكذا. إذا فإن أردت إجابة عامة فقل ماذا أجبت؟ تيجي وترسل واحد إلى واحد تقول له مثلا روح لفلان وقول له كذا وقال له كذا وشوف حوله، بعدين أول ما تيجي سابعة ولا ضبح؟
من غير التفاصيل. يقول له ماذا اجبت؟ لكن بماذا اجبت يقول له كل جواب صدر. يبقى اذا هو يريد ايه؟ اكفر ام امن؟ السؤال ده للرسل رسل من؟ رسل بلغوا وانتهت المساله. قال لك ده تقريع لمين؟ لان في فرق بين انك انت تعاقب واحد على امر كنت تحب ان يبلغه الرسل. تقول لهم هم دول جابوا لهم ايه؟ انت بلغتوا ولا ما بلغتوش؟ ايه الحجاب؟ قالوا لنا قالوا لكم ايه؟ الله، يبقى جايب شهادتها ولا مش جايب شهادتها؟ جايب ايه؟ بشهادتها. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ ماذا يقول الرسل؟ شوفوا بقى الجواب. الجواب الدقيق: لا علم لنا. الله، لا علم لنا انك انت علام الغيوب. لا علم لنا ازاي؟ طب ما انت اجبته. اما قال لك لا. ليه؟ قال لك لان الاخره انما يكون الحساب فيها على نوايا القلوب والسرائر، وهم ان علموا فلا يعلمون الا علانيه الاقوال والتصرفات. يبقى لا علم لنا بمناط الثواب والعقاب. احنا ما نعرفش، احنا لنا الظواهر، انما انت بتعاهد على السرائر، فدي مساله احنا ما نعرفهاش. يبقى جواب دقيق ولا مش دقيق؟ لا علم لنا، لاننا ان علمنا من عاصرنا فلا نعلم من لم يعاصر. ادي واحد. طيب، او اننا ان علمنا من عاصرنا وكان كافر، ما يمكن بعد ما مشينا قامل. يبقى دي مش معروفه. يبقى الجواب دقيق ولا لا؟ شوف الادب مع الله. انت هتسالنا نحن او هذا تقريع للمخالفين؟ تقول انت هتسالنا عليه بقى، انت مش عارف. يعني معرفتك اوسع مني، لانك انت عرفت اللي اعرفه واللي ما اعرفوش، يبقى معرفتك ايه؟ اوسع مني. ولذلك قال ما قالش انت عالم الغيوب او انت علام ايه؟ علام الغيوب. لا علم لنا انك انت علام الغيوب. اذ قال الله يا عيسى ابن مريم. طيب، هو جاب الحياة مع الرسل ويسألهم، وبعد ذلك خص عيسى عليه السلام على نبينا بانه يساله عن حادثه مخصوصه. اشمعنى يعني الرسل كلهم هينسالوا سؤال وبعدين دي مخصوص بسؤال خاص؟ ام قال لك لان الذين امنوا به هم الذين وضعوه موضعا فيه الالوهيه او بنوه الالوهيه. تعدي على السيادة العليا، تعدي يعني دكر الامم التانية قصارى ما صنعت اممهم الذين كفروا بهم كذبوهم. انما ما فيش واحد ادعى ان ايه؟ اله او ابن اله. يبقى دي مسألة الايه؟ مسألة السيادة. وانتوا عارفين اللي بيتعرض للسيادة بايه اللي بيحصل له، مش كده ولا لا؟ بيتعرض للسيادة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مش كده ولا لا؟ لما تيجي مثلا لجماعه مثلا عملوا عمل ولا حاجه وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين يحصل منهم انحراف في دي وانحراف في دي، يبقى ده مقبول ويمكن يستر، الا انه يجي بده يزحزحني وياخد مطرحي. مصيبه سوده، ما توفرش ابدا. فاذا كانت السياده في البشر بهذا الشكل، يبقى السياده في غير عند الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون. ولما تعرض ليش بهذه المساله كان السؤال هياخد سؤال مع الرسل وسؤال خاص بين مرسلين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني،
وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. في تعديل بنعم الله عليه وعلى أمه كذا وكذا 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 وكذا. أهم ما في هذه المسألة اللي تعرضنا له زمان أيدتك بروح القدس مفهوم اللي هو جبريل طيب ونعمته عليه وعلى أمه وتكلم الناس في المهدي وكهلا. القضية اللي احنا قلناها تكلم الناس في الايه؟ في المهدي. طب تكلم الناس في المهدي وكهلا تكلم ما معنى كلمة المهدي اولا؟ المهدي هو فراش الطفل يمهد له تمهيدا يريحه. ليه؟ قال لك لان الطفل ساعة ما بيتولد ويتوضع مطرحه ما عندوش القدرة ان كان فيه نتوء يضايقه انه يزحزح عنه ما يقدرش لا ينقلب كده ولا ينقلب كده فلازم تعمل له ايه؟ فراش ممهد يعني بحس مفيش حاجه تقلقه ابدا. ليه؟ لان الانسان لما يبقى عنده حس وقدره على مدافعه ما يتطلبه الحس يقدر يتزحزح يقدر يمد ايده ويشيل ايه العصوايه اللي تحته يقدر ايه المكلكعه دي. انما الطفل اللي ما يقدرش يعني ما عندوش ده يدوب القدره بتاعه الطفل اللي موجودة فيها الروح سياسة استبقاء حياة لسه ما يقدرش يعمل حاجة أبدا أبدا. ولذلك ما تجدش له الحركة إلا في إيه؟ إلا في بقه عند البز. إنما يقدر حاجة يقدر يتقلب كده ما يتقلبش أبدا. إذا عايز مهد ولا مش مهد؟ طب ما تكلموا الناس في مهد ده ما فيش لك إرادة تسيطر على حركة جسمك ما فيش له إرادة تسيطر على حركة إيه؟ يبقى لازم تمهد له الإيه؟ ولذلك كل انفعاله اذا اصابه شيء مثلا في نهاده يعيط ان جه برغوت في قلب مش عارف الايه ان جت حته حاجه عاليه تحت كده يعيط. انت تقعد تدور بقى ما يقدرش ولا يزحزح عليها ولا يقدر يدلك عليها ولا يقدر ايه يعملها ما يقدرش يبقى اسمه ايه؟ مهد. تكلموا الناس في المهد. طيب ما دام تكلموا الناس في المهد جاب وكهلا شوف المقابل. طب هو ما غاب عن الخلق قبل ان يكون كهلا يبقى اذا لازم له حياه ثانيه وهيجي ويتكلم وهو كهلا او تكلموا الناس في المهد اعجازا عشان تبرئ امه مفهوم وتكلموا الناس كهلا بلاغا يبقى هتجمع بين ايه؟ بين امرين تكلموا الناس في المهد ايه؟ اعجازا. ولذلك هو ما اتكلمش الا كلمه واحده هو اتكلم قعد يتكلم ابدا ده هي بس كده اني عبد الله اتاني وجعلني عليها وانتهت المساله. الله علشان ايه؟ يثبت براءه ايه؟ ليه؟ لان اصل الحادثه اللي حدثت لامه الصديقه حادثه صعبه شويه اتهمها في اعاده الشيء ليه؟ ولذلك ربنا قال لها انت كلامك مش هيبدي اما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما اي كلام منك ما يمكنش يعني الله. انما سيدي من لا يتكلم عاده هو الذي يتكلم الله. لان مسالتك مش ما ينهاش كلامك ولما تقولي الف اللي هتقوليه ما حدش هيسلم فسيب المساله لان المساله خرق لناموس الكون في الحمد كذلك يكون خرق لناموس الكلام في المتكلم لازم دي تيجي دي يا ما يسدهاش الذي اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد يعني طفل مش كده؟ في المهد يعني ايه؟ طفل عشان تقابل وايه؟ وكهلا. طب طفل وكهلا ام انك الكلام من كل طفل يبقى عجيب وكلام موزون زي كلام العقلاء يبقى تجمع بين الايه؟ بين الامرين. كلام معجز انك انت اتكلمت وكلام ايه؟ كلام له معنى يعني مش كلام كده يعني. فيبقى جمع بين الايه؟ بين الامرين. واذا علمتك الكتاب بما انزل عليك من التوراة او الكتاب هو الايه؟ الكتابة والحكمة اللي هو زي مقابل الاحاديث عندنا اللي هو كلام الرسول بإلهامات الله والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. شوف بقى دقة
الاباء اللي يمنع الفتنة استخلقوا من الطين كهيئة الطير. كلمة كهيئة شيل الكاف وحط مثل، واذ تخلقوا من الطين مثل هيئة الطير. يبقى انت ما بتخلقش هيئة الطير، مثل هيئة الطير. اللي يخلق هيئة الطير مين؟ هذا اول مفارقة. واذ تخلقوا من الطين كهيئة الطير مثل هيئة. يبقى في ألوهية بتخلق خلق عام، وانت عملت زي ما تجيب حتة طين وتصورها، عصفورة، كلب، حمار، جمل، تبقى انت هل خلقت هيئة الجمل؟ وانما خلقت كهيئة الجمل. يبقى اذا هنا خلق وهنا ايه؟ صحيح انت اوجدت من عدم، حتة طين اوجدتها من عدم. احنا قلنا زمان ان الانسان قد يخلق شيئا من عدم، مش كده؟ اللي اخترع الكوبايه اللي بنشرب فيها ميه دي، البنور دي، طب ما هو جاب رمل مخصوص وقعد يسهره وحط عليها حاجات تنقيها من الشوائب وتدي لها مش عارف الايه، وبعدين عمل قالب كده وطلع كوبايات وعمل. انما ساعه ما طلع الكوبايه هتفضل كوبايه بحجمها بشكلها، ولا طلع كوبايه ذكر وكوبايه انتهي وقال لهم عضو يا بعض وطلعوا لنا كوابي. يبقى خلق من عدم صحيح، انما خلق خلقا يظل معقودا على ما خلق، ولا ينجب مثله ولا ينمو ولا يحس، خلاص. لكن الله خلق من غير موجود. انت خلقت من رمل، الرمل ده ايه؟ موجود. وخلقت خلق اتعلق على كده، وربنا خلق من معدوم من غير وجود شيء، وخلق خلقا يتحول وينمو ويجيب زيه. الله، يبقى اذا كنت انت اوجدت معدوما فانك اوجدت معدوما من موجود، ولكن ربك اوجد معدوم موجودا من لا شيء. خلاص. واوجدت معدوما يتجمد عندما اوجدته على هذا الشكل، ولا يوجد منه بذاته مثله، ولكن الله اوجد معدوما ينمو ويكبر ويجيب ايه؟ ويجيب مثله. يبقى ان كان الله لم يضن عليك لانك اوجدت معدوما، وان كان موجود وان كان مجمد على هيئه، ما ضنش عليك باسم انك خلقت. انت خلقت صحيح، بس خد بالك انه احسن الخالقين. احسن الخالقين جت منين؟ قال لك لانه اوجد من معدوم وانت اوجدت من موجود، واوجد ما لا يجمد عند ايجاده بل ينمو به ويوجد مثله من مثله. خلاص. يبقى في حياة. انت ما عملتش كده، يبقى حيث لما ظن الله عليك بانك خلقت وخالق، ما تضنش على الله بانه احسن الخالقين. فاذا هنا كهيئة الطير، يبقى اللي عيسى عمله هيئة الطير ولا مثل هيئة الطير؟ هذه تبقى مش الحكاية بقى، مش الاصل. كهيئة الايه؟ الطير. وايه بايه؟ قال لك باذنه، وتنفق فيه فيكون طيرا. احنا قلنا زمان الفرق بين قدرة الحادث وهو العبد وقدرة الباقي القديم وهو الرب امران. الامر الاول ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقدر على الشيء يستطيع بطلاقة قدرته ان يقدر من خلقه من يفعل الشيء. لكن العبد اذا قدر على شيء لا يقدر عنه اخوه، ما يقدرش عليه اخوه، ما يقدرش يخلي اخوه يقدر. انا عايز اشيل الكرسي ده، ما يقدرش اشيله، يوم يجي واحد قوي يعمل ايه؟ يشيله ليا. يبقى عدى ليا قوته ولا اثر قوته؟ وانا بكب عايز ايماني ولا لا؟ لكن الحق سبحانه وتعالى لطلاقة القدرة فيه يقول لي ما انتش قادر، انا اقدر اخليك يا ضعيف تقدر.
طب شيل انا شيل دي حد يقدر يعملها؟ اذا فعظمة الحق فانه يعدي من ايه؟ من قدرته الى من لا يقدر ليقدر. والعبد يعدي اثر قدرته لمن لا يقدر ويظل هو ضعيف برضه. يظل مين؟ ها ليه؟ أم قال لك لان العظمة مش في اني احيي. ده حاجة ما حدش يجادلني فيه. ده العظمة ان من عزت انت تحيي. ادي العظمة. بدليل ان سيدنا ابراهيم لما قال له ارني كيف تحيي الموتى. سيدنا ابراهيم قال له كده؟ قال له ارني ايه؟ كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى. يعني ايه؟ انا امنت ولكن ليطمئن قلبي. اللي هياخد الاسلوب بظاهره كده يفتكر ان ده كلام مش منطقي مش متوقع. ليه؟ قال لك لان ما هو الايمان؟ الايمان اطمئنان القلب الى عقيده ما. وما دام بقول ولكن ليطمئن قلبي كان قلبه لسه ما ايه؟ يبقى ازاي يبقى امن؟ بقول له الجا منفكر. هو قال هو ابراهيم قال للرب اتحيي الموتى؟ ولا قال له كيف تحيي الموتى؟ يبقى احياء الله للموتى امر مسلم. انا لما اشوف بيت كويس كده وبعدين ايه اجي اقول لك كيف بنيت هذا البيت؟ يبقى انا ممكن بقى من البيت انبنى وانت بنيت وانا ما انكرتش دي. لما اقول لك لما اقول ربنا كيف تحيي الموتى فكانه قال انا اؤمن انك تحيي الموتى ولكن المطلوب لي. ازاي الحكايه دي؟ تقول له طلب الكيفيه ليس من مدخل الايمان. الله. طلب الكيفيه مش من مدخل. ولذلك قال له اولم تؤمن اي باني احيي الموتى؟ قال له بلى انا امن. طب امال دي عايز ايه؟ قال ده انا عايز الكيفيه. والكيفيه مالهاش. قال له الكيفيه مالهاش دعوه بالمين؟ بالايمان. ايمان انك تؤمن انني احيي الموتى. وعلى ايه بقى؟ خليه. هل كان يستطيع الله ان هو يقول له كلام يقنع به بالكيفيه ولا الكيفيه لا يقنع بها الا حصولها؟ كيف تروح الموت؟ استنى بقى لما نرمي بيت زي بقى ونعمل العمليه دي ونحط الطوب نعمل الفهم. الكيفيه ما يجيش الكلام ابدا. ام قال له على ايه؟ عايز تعرف الكيفيه؟ نعملها لك عمليه. وعمليه بالواقع اللي يسموه من باب اولى. قال له هات اربعه من الطير وضمهم لك كده. صرهن اليك ضمهم. يعني عشان تعرف هم دول الطير اهو. احسن تقول ده انتقدت طير وانا جبت طير تاني. زي اللي بيعمل ايه يقول هيبص اهي اهي صرهن اليك ضمهم عشان تعرف الطير ده هو هو. وبعدين انت اللي تقطعهم بايدك. مفيش حاجه اكتر من كده بقى. قطعهم وانت اللي تحط القطع دي على الايه؟ كل جبل جزء. وبعدين مش هقول لك انا اقول لهم احيوا يحيوا. ده انا اقدر اقول لك انت قول لهم تعالوا يجوا. ادي العظمه. يبقى عظمه الحق في ان ايه؟ يعدي من قدرته الى من يريد. يقول له ده المساله مش انا احييه، ده انا لو شئت ان اجعلك تناديها فتجيلك. ادعوهن انت مش ادعيهم انا. ياتي لك ايه؟ ياتي لك سعيا. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه. كأن ما يمكنش الواحد يعمل حاجة على مثال ما صنع الله إلا بتوجيه من الله. مفهوم الكلام؟ ما دام قال بإذني في إنه يخلق مش كهيئة الطير، كهيئة الطير. يبقى لازم بإذن من مين؟ بإذن من الله. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه. الأكمه هو الذي ولد أعمى مش طرأ عليه العمى بعد أن كان بصرا. والأبرص اللي هو البياض والعياذ بالله بإذني. وإذ تخلق هنا بقى حتة بتيجي لكل معجزة. الناس دلوقتي يقول لك دلوقتي بيعملوا إيه؟ تلقيح بالقرنية ونقل مش عارف وإيه وعمال إيه مثلا بياخد بتاعت واحد لسه بتكون حية فيه وبعدين يحطها ويعمل كده. يقول له أقدح ذلك في المعجزة؟
هل المعجزة سبق أم خرق؟ المعجزة ليست سبق علم، بمعنى أننا نيجي يوم نقدر نعمل المعجزة، لا، لما خرق لناموس الكون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.